ودي مناسبة بقول لراجل اتجنن عندما السلطة راحت منه والشهر راحت منه. ابعد عن نادي الزمالك ورقابة الزمالك ايها المجنون المعتوه، وخليك في صيد السمك بتاعك، خليك في السمكة الكبيرة والسمكة الاكبر. وانا عارف دلوقتي انك انت لا تدير حتى مؤسساتك وبناتك اللي بيديروا، بطل تخريف وضرب اشاعات وخليك محترم وابعد عن نادي الزمالك. ما تخلينيش تاني احكي عن الدود اللي مش عارف فين ولحم الحمير اللي بتعمل ايه والارض اللي اتاخدت اللي كان فيها قضيه في مجلس الدوله. ابعد عن نادي الزمالك لاخر مره، ما عندناش لعيبه ولاة الادب. اصل شيكابالا اتخانق مع زيزو فخد بنيه محمود علاء وتاع، كل الكلام ده كذب. انت خرفت عشان عندك 98 سنه، احترم نفسك واحترم سنك واحترم بناتك المحترمين، احترم نفسك لاخر مره بقول لك، عشان لو جاء عليك اقسم بالله هتسيب اسكندريه وتروح تهرب في اي حته، تروح شبرخيت ولا تروح اي مكان تاني. احترم نفسك وشوف محمد مسلحي راجل محترم، وشوف الراجل وليد اللي جه رئيس نادي سموحه المحترم. يعني خد القدوه من الناس رؤساء الانديه المحترمين اللي في اسكندريه. اسكندريه دي بلد جميله محترمه، تاني ناس محترمين هناك، ستاتهم جدعان ورجالتهم جدعان الجدعان. انت طالع لمين؟ انا شاكك انك انت اسكندراني.